اللي ما بيصليش ضايع، تايه، حزين، مهموم، رغم إنه غني يملك كل متع الدنيا، لكن ما يملكش السعادة، لأن السعادة في الركوع والسجود، السعادة في القرب من ربنا، أصل قانون رباني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إزاي ترفض تسجد لربنا وإنت عايش على أرضه وتحت سماء يحفظك ويسترك ويرزقك، تأكل رزق الله وتضيع فرائض الله؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ اللي تهون عليه الصلاة ما فيهوش خير، لأنه ضيع حق ربنا، لأنه ضيع أهم وأعظم عبادة في الإسلام. اللي تهون عليه الصلاة ملوش قدر ولا وزن عند ربنا. اللي تهون عليه الصلاة ملوش أمان ولا تثق فيه، لأن من خان عهد رب العباد يخون عهد العباد. اللي ما بيصليش، العلماء مختلفون في أمره، هل هو عاصي أم مشرك؟ تخيل ترك الصلاة صفة من صفات المشركين. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. اللي ما بيصليش بعد موته، الناس هتسأل: هل يجوز أن نترحم عليه؟ هل يجوز أن نصلي عليه؟ صعب قوي. هل يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين؟ ما فكرتش لما تقف قدام ربنا ويسألك: ما كنتش بتصلي ليه؟ إيه شغلك عن الله؟ فلوسك؟ ولادك؟ منصبك؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.